فودي اللي بيفعل الأسباب يترك الدخان، شوفوا هذا منتج جديد ما يمنع تجربه. طبعا احنا بنسوي تجربة الحين قدامكم، اللي بيسوي شوفوا هذا منتج جديد يباع بالتميمي، شوفوا انت وسادة تيجي تحطه تحت، وش تسمون انتم؟ احنا نسميه برطم، بس انتم مطورين والله مش... شف ليه ما يصلح تحت البرطم بين اللثة وبين البرطم تحطه فوق السن، يعني المدة كام؟ نص ساعة تحطه، يخليك ما تشرب سيجارة لمدة 4 ساعات تكره السيجارة، يعني العادة ذي تروح. وش زينته؟ بوه نيكوتين، يعني موجود نيكوتين، يعني يخليك جسمك بوه نيكوتين بدون ما تشرب سيجارة، شوي شوي لين تتركه. شفتوا ومحطين كل شيء ذا، تعليمات وطريقته وكل شيء. شفه يسمونه شفه، ثم ثريان اللي الشفه العليا بعد، واللثه ياش واللثه مثلنا. طبعا يا اخوان سعره 15 ريال، البكت قسم بالله اني ما ادري بكم سعره، اذكر انه بثلاثه ونص وبنص تشريعلك كلهم نبي نحط بهم الحين. الحين والله نعلمكم النتيجه. 1 كلهم شربين الله يعصمهم عنه على قولت امي، هذا 1 وهذا 1 وهذا 1. نبي نعلمكم الشر عليهم عقب 4 ساعات. هم قالوا ندفع 5، هم 10 اخر عميبو قالوا غالي بس ما ادري كم، ولا يهون شريب دخان ذا اللي عندي، ولا يهون ذا ولا يهون ذا ولا يهون ذا. طبعا احنا واحد مدحوا لنا وقال والله العظيم اني حطيته الساعه 9 بالمساء، يقول جيت بنام 12 وانا ما شربت، قلت من معقوله انام وانا ما شربت سيجاره؟ يقول والله اني شاربه عناد، يقول يوم ذا وانا جلست اطيقه ولا اجدعه. احنا بنجرب بالاخوان الحين، يقولون انك اول ما تحطه قاعد شوي تقرص لمده كم؟ قلنا 4 ساعه، نص ساعه خله. طبعا هذا ما وده تنجح العمليه، قسم بالله ما وده يتركه، عرفه انا ويبدا يخرب، يبدا يكثر من اعوانه. طبعا تنتجه شركة بدائل، شركة بدائل تبع مين؟ صندوق الاستثمارات العامة. يا ناس يزينون لكم مصنع كامل عشان تتركون التدخين. طبعا اللي ما وده يترك الدخان اقسم انه يعلم الصدق، يقول والله العظيم. وهذا شكرا مساهم معنا بقوة، وهذول جاهزين وبنحط لكم الساعة كم الآن والساعة كم، نعلمكم ان شاء الله وش صار عليه.